سلام المسيح كإجراءات إحنا أقمناها كآباء لرعاية. إحنا أولا أطعنا الرئاسة الروحية والرئاسة الزمنية إنه بتسكير الكنائس حتى إنه ما يكون في اختلاط بين المؤمنين، ويا سمح الله يكون في إنسان مريض وينتشر هذا الفيروس. ولكن احنا نصيحتنا انه نتحلى بالصبر، نتحلى بالصلاة، نصلي من بيوتنا، وخلي تكون بيوتنا كنائس صغيرة. كنا بنرفع الصلوات من داخل البيت وفي كل مكان حتى انه يبعد عنا هذا الوباء وهذا المرض، ونرجع لكنائسنا ونحتفل بالقيامة المقدسة. نعرف انه هذا اشي صعب لانه احنا متعلقين كثير بكنايسنا، ولكن فليكن شعارنا ان نكون بيوتنا كنائس صغيرة لكي يتحنن الرب والإله علينا ونرجع الى كنائسنا سالمين، مقدمين الطلبات ورافعين قلوبنا الى الإله المثلث الأقانيم. آمين.